بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم صديقي العزيز. هنفضل نتكلم على برقيات الملك محمد السادس لاي رياضي مغربي او اي منتخب مغربي بيقدر ان هو ينجح، وهنفضل برضه في الكومنتات. بص يا صديقي العزيز، الملك محمد السادس راعي الرياضه المغربيه. انا بالنسبه لي بشوف ان الراجل راعي الرياضه المغربيه، والمشروع المغربي ده كله اصلا قايم بناء على رؤيه ملكيه. المشروع المغربي في كره القدم بقى يعني قايم على رؤيه ملكيه من الملك محمد السادس. الملك محمد السادس وجه برقيه للاعبي المنتخب المغربي بيهنيهم على الانجاز التاريخي بالنسبه للرياضه المغربيه او بالنسبه لكره القدم المغربيه في الاولمبياد. فيطيب لنا ان نتقدم اليكم بتهانينا الحاره بمناسبه ظفركم بالميداليه النحاسيه خلال دوره الالعاب الاولمبيه 2024 بباريس، ولا يسعنا امام هذا الانجاز الاولمبي الاول من نوعه لكره القدم المغربيه الا ان نشيد بما قدمتموه طيله هذه البطوله من مستوى رفيع واداء ممتع، وبما ابنتم عنه من روح تنافسيه عاليه وغيره وطنيه صادقه تجسدت في عزيمتكم القويه على تاكيد المكانه المتميزه والمتالقه التي اضحت تحتلها رياضه كره القدم المغربيه قاريه ودوليه. دي واحدة من الحياة على فكرة، الرياضة المغربية حاليا مهما اختلفت مع الناس، مهما اختلفت مع اليوتيوبر، مهما اختلفت مع كل الحنكشة اللي على السوشيال ميديا القذرة، ولكن ان جيت للحق هو فعلا الرياضة المغربية حاليا في عالم كرة القدم بقت عالمية، وده نظرا للجودة اللي موجودة عند اللاعب المغربي. ودي حاجة لازم ان انت تتكلم فيها، ان بروفايل اللاعب المغربي صعب ان انت تتفرج عليه في افريقيا. لاعب مهاري، لاعب قادر ان هو يخلق حلول فردية وجماعية للفريق بتاعه، لاعب قادر ان هو دايما وابدا يسجل ويقدر ان هو ينقذ الفريق بتاعه، ولاعب عنده شخصية يقدر ان هو يتخطى الانكسار والانهزام ويقدر ان هو يعمل المنتدى على نفسه ويقرر ان هو يشتغل ويقرر ان هو يرجع تاني ويقرر يدوس. وده اللي حصل بالظبط، اتغلبت قدام اسبانيا، فالوضع بالنسبه لك كان صعب، رد فعل قاسي جدا في مباراه الثالث والرابع. واضاف جدالته واذا نجدد لكم ولكل من ساهم في تحقيق هذا الانجاز المشرف اصدق تهانينا وتنويهنا، لنرجو لكم مزيدا من التالق وكامل التوفيق في مواصله مشواركم الرياضي الواعد، مشمولين بصبغه عطفنا بصبغه عطفنا وسمي رضانا او سمى رضانا. حتى الاخيره دي حرشت مني، بس انا عجبني قوي الحته بتاع اصدق تهانينا وتنويهنا لنرجو لكم مزيدا من التالق، اللي هو معلش يعني احنا بنهنيكم وفي نفس الوقت بننبهكم ان احنا عايزين منكم حاجات افضل من كده، فبالتوفيق ونتمنى الافضل للرياضه المغربيه سواء كنا مكملين او ما كناش مكملين. وتاني وتالت ورابع صديقي العزيز، هنفضل مكملين في نقل اخبار المغرب طول ما القناه دي موجوده. اول ما القناه ما تبقاش موجوده اوعدك لا هتشوف وشي ولا هنقل لك اي خبر عن المغرب.